ازيكم يا جماعه، معاكم يحيى. النهارده انا هعمل انبوكسنج لكاميرا كانون 700 دي. الكاميرا معايا هنا اهي، تمام. هنشوف الانبوكسنج. اول مره اعمل انبوكسنج بس يعني ان شاء الله هيكون كويس. يلا بينا. هنفتح الشيء ده اللي جاي من سوق دوت كوم. بيغلفوا تغليف بضمير بسرعه. هتفتحه ازاي؟ هكذا هنا لزق. اوكي دي حاجات انا مش عارف ايه ده. خلطة الحواوش. نوعي في اكلك تحتاجين الى مش عارف ايه، لحم مفروم اربع عيش. ايه ده؟ ايه ده؟ دي كاميرا. يا لهت الكاميرا بماجي خلطة الحواوش. ماشي علي. بوكسات في بوكسات في بوكسات. ده ورق مالناش دعوة بيه. ايه بقى؟ لزق لزق في كل حته. لزق. هجيب مقص واجيلكم. ازيكم يا جماعه؟ لا احنا قلنا هذا كان مرحله المقص. كانون 700 دي في كل هذا الكلام. خلي معانا ماجي. كانون 700 دي مش عارف تشوفينه ولا ايه، بس يعني كانون 700 دي. ايه اللي بيجي؟ طيب اللي بيجي في الاول كانون وارنتي ضمان. يعني بيجي مع لينس 18-55 18 ميجا بكسل، ايزو 12800 تقريبا، تصوير ثابت، والفيديو 6400 up to 5 frames per second، all cross type points 9 AF. مش عارف ايه ده بصراحة. auto focus يعني hybrid AF CMOS اكيد auto focus. 3:2 wide clear view. دي الشاشة اللي بتيجي في الكاميرا. portrait and landscape photography tutorial included. يا سلام، في tutorial included. اهي دي شكل الكاميرا من برا. شوية كلام انا مش هقدر اقرا هذا الكلام بصراحة. HDMI فيها HDMI. طيب كويس. شوية معلومات تانية. أهم حاجة نفتح كل ده. مش لازم كانون وارنتي. كانون الشرق الأوسط برنامج الضمان الإقليمي. معرفش والله إن هما ليهم شرق أوسط. بتهيألي الحاجات دي إن هي جاية من بره مثلا أو كده، تنزل على سودكم. مش مهم. ده ايه بقى؟ باور تو يور نيكست اي او اس ادفنتشر بورتريت اند لاندسكيب فوتوغرافي. هو ده التوتوريال اللي بيتكلم عنه. مش مهم هذا الكلام برضو. كتيبات وضمانات وحاجات. اطلعوا بقى. انستراكشن مانوال. مش عارف انا بقول اهو خلاص بس انا مش فاهم ايه ده. بس ماشي. نيجي بقى للحاجات الحقيقية بقى. هو ده المهم بقى. بتاع معرفش ايه بتاع خلاص. هو ده بيتهيألي اللي هو بيمسك كاميرا كده وتعلقه في رقبتك وبتاع. هو ده. ماشي. غيره كابل بتاع تقريبا الشاحن. ده هو الشاحن. بس ايه تشحن ايه بالظبط؟ مش عارف تشحن ايه. اوه بطارية. ماشي. على جنب كل هذا الكلام. ده ايه بقى؟ ده اكيد الشيء اللي بيخش فيه البطارية.
يعني كده. لازم نشيل هذا البتاع كده. اي جس اهو ده بيخش في كده. معينا بعدين نبقى نتعلم هذه الحاجات اللي بعده. دي اللينس اكيد، دي اللينس اكيد. اللينس تيجي في كيسة. اول مرة في حياتي امسك لينس. ده زوم اكيد، معرفش مش اكيد ولا حاجة، انا بخمن يعني. ادي اللينس. تاني كابل يو اس بي، كابل يو اس بي تو ميني يو اس بي. ماشي. اند بطل النهاردة كده خلاص، ما عادش حاجة. شيلها على جنب. اند اهم حاجة معانا النهاردة الكاميرا. كده ده كل شيء بيجي في العلبة، كل شيء حقيقي بقى، كل شيء هنستخدمه. دي الحاجات المهمة، الكاميرا مع البتاع ده. كاميرا، لينس، كانون. كله كانون. ده كانون مثل مثلا تشارجر، باتري تشارجر. دي البطارية. كابل يو اس بي تو ميني يو اس بي. شاحن ماجي.